مو بشي دابا سيري لداركم راه الوالده صباحي كتصوني راه مشات صحابي علاش كتسولي عليا ساعه طلعتي للدار قولي للوالده اني جاي يلا سير شي نسيتو لا لا ولكن بلاش بلاش تفقوا واحد الحاجه حسين راه اليوم عارض علينا على حسابي شال من بعد فضاء الفرقاني من بعد دار قوة شال صافي وفي فضاء الفرقاني راه غنزعزع اللعيبات صافي ممكن شي نعرض عليكم دابا السميش وال والله نمشيو إيهاب نحسيو ونجيو يلاه نمشيو دابا انت تاخذ لي اونلاين راه غنشوف الطوق اخويا الطوق ما كفشاو صافي اخويا صافي المهم يلاه نمشيو نروحو عندي ولكن غتمشي لعندي ولا عندي نمشيو صاحبي لعندي ديالو صافي باش غنمشي ها باش غنمشي نمشيو في الترام نمشيو في الترام يلاه يلاه مشي كي غادي يكرم مقهى مزيان بينا سكونا واحد الفارو الله يشك الفرح كل شوف الله يشك الفرح لكم كل شوف الله يشك الله يشك الفرح لكم شوف الله يشك 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 الله شوف ولا مشيتي انت بحال مشيتي حنا الله يرحمك عزيز خوياتهم عشيره غتشاوفوا صافي غادي فاش هذا خويا بالموطور ورد البال صاحبي انت اللي سي ضروري انت اللي سي ضروري اخويا راه راسي 90 موت في الحيط صاحبي صافي صافي يلاه خويا يلاه خويا نشاوفوا ورد البال صافي راه سي وي راك هنا لا هو ابي والله تربى لي صاحبي انا طاح فوق الماري هو صاحبي كلشي عند الفشيله يا سلام عليكم عرفت غد خايبه خايبه نعم بحال شي حاجه حسين مات مات شنو هو غير سخونه صراحه انت شنو كتجيب من منين شقات ها داك السيد البارح والله موطور إن لله وإن إليه راجعون. أري صح قلت لي 96 موت في الحين الصح. شو جاوي بالصح. يا حسين الصح. شكرا أنا خشي بزاف والله يا رب سلام. أمك تخرج ديك البلاصة دوزي من الليل. سلام. أري صاحبي على بلان صاحبي. حسين أخويا مالك.